مشاهدينا كنا معاكم النهارده على مدار ساعتين على الهواء مباشره، نتمنى طبعا ان كل فقراتنا النهارده تكون عجبتكم. فقرات متنوعه وجميله جدا، وخصوصا الفقره الاخيره دي مع الكابتن محمد كمونه، واكتشاف المواهب الجديده في كل المجالات مهمه جدا. يعني مش مهم جداً هو كده طبعا كابتن محمد ده، والكوره دي مجننه العالم كله، يعني اكتشاف المواهب في الكوره ده يعني حاجه من اهم الحاجات اللي في الاكتشافات. يا رب ان احنا مش نكتشف بس في المواهب في الكوره، نكتشف المواهب والشباب الصغير في كل مجالات مصر، اذا كانت اقتصاد، اذا كان طب، اذا كان فن، اذا كان سياسه، اذا كان في كل المجالات. على فكره ان شاء الله باذن الله مؤتمر الشباب حضراتكم من يوم 3 ل 6 نوفمبر في شرم الشيخ، مؤتمر الشباب مجهود كبير قوي في ان هم يدعوا الشباب من جميع انحاء العالم في هذا المنتدى او المؤتمر الكبير للشباب اللي هيبقى تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجوده ان شاء الله في شرم الشيخ مع الشباب. جميل ان احنا نهتم أكيد. بالشباب اكيد جميل ان احنا نهتم بالشباب طبعا والسياحه، وفي الحقيقه عديد من النشاطات في جميع المواقع، يعني سياحه، اقتصاد، اهتمام بشباب، العديد من المبادرات طبعا الناس بيعملوها. يعني لا، في الحقيقه حراك في مصر شايفينه بيمشي بصوره كبيره جدا. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله. دي كانت فقرتنا النهارده، وان شاء الله بكره فقرات متنوعه. في نهارك سعيد وفريق عمل جديد معاكم ان شاء الله. السلام عليكم.